مهمتنا الأساسية هي مراقبة الحجاج في تحركاتهم وتنقلاتهم أثناء سيرهم في أداء مهمة الحج من خلال الكاميرات الموجودة واللي تتجاوز عددها 5000 كاميرا. يعمل على الكاميرات مجموعة من الضباط والأفراد المتخصصين في عملية الاكتشاف لا سمح الله المكان من الخطر أو المشاكل الجنائية أو الاختناقات المرورية، وبالتالي يتم تمرير البلاغات من القيادة من المركز المراقبة التلفزيونية إلى الزملاء العاملين في غرفة العمليات للتعامل معها ميدانيا وحل المشكلة.